مرة تانية وخلينا نتابع زي ما احنا متعودين دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفة والانشطة كمان، ومراسلتنا هنا ابو القاسم موجودة في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. يا هنا صباح الخير عليكي، مصبح ليكي انا وكريم، واول مرة تكوني معانا بعد العودة، كل سنة وانتي طيبة. خلينا نعرف منك، اتفضلي. يا صباح النصر والسعادة عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي، حابة أهنئ رجال كرة اليد بعد تتويجهم بسوبر الأفريقي على حساب الزمالك أمس، وبكده طبعا يكونوا تأهلوا لكأس العالم للأندية. بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يظهروا بمظهر يليق باسم النادي الأهلي ومصر والقارة الأفريقية كلها. كمان طبعا يا نهواندو يا كريم، حابة أقول لكم الحمد لله على سلامة 10 الصبح في الأهلي، يعني أكيد كنوا مفتقدينكم طوال شهر رمضان، لكن رجعتوا تاني بقى بطاقتكم الإيجابية. وكمان فقرة أخبار النادي رجعت مرة تانية، خلوني بقى أبدأ كل أخبار الفرق الرياضية المختلفة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. والبداية من الفريق الأول لكرة القدم، طبعا كان منح الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد مباراة وفاق سطيف. إن شاء الله هيستأنفوا تدريباتهم غدا، هيكون عندهم مران صباحي، بعد كده هيتجهوا للمدرسة مطار عشان بقى يغادروا للجزائر استعدادا لمباراة الإياب أمام وفاق سطيف اللي هتكون يوم السبت القادم، طبعا ضمن منافسات دور سيمي فاينل لبطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وخلاص بقى جماهير نادي الأهلي كلها بتدعمهم وبتقول لهم الـ11 يا أهلي. نروح بقى لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بكرة الطايرة. طبعا رجال الماسترز بيعودوا من جديد، رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي، وبيحققوا فوز على فريق الأولمبي التونسي طبعا في بطولة أفريقيا للأندية. الحقيقة شفنا مباراة كبيرة جدا منهم امبارح، يعني دي طبعا أولى مباريات بطولة أفريقيا للأندية. قدروا يحسموا الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 25-20. الشوط الثاني الحقيقة كان شوط ماراثوني كبير، وشفنا يعني نقاط إضافية كتير قدروا يحسموه أيضا لصالحهم بنتيجة 32-30، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-19 عشان بقى يكونوا حققوا أول انتصارات في البطولة الأفريقية. كمان خلوني افكر مشاهدينا بمجموعه النادي الاهلي، بتضم طبعا النادي الاهلي الاولمبي التونسي وفاب الكاميروني. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق وان شاء الله يحققوا انتصارات في جميع المباريات القادمه. خلونا بقى نروح لكرة السلة، يعني طبعا مع الأسف رجال كرة السلة بيتعرضوا لهزيمة أمس ضد الاتحاد السكندري، ده طبعا ضمن الجولة الأولى من نظام بيست أوف فايف لنهائي دوري السوبر. خليني طبعا أقول لكم إنه يعني لسه طبعا البطولة ممكنة، البطولة مش بعيدة خالص، يمكن طبعا وإحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال كرة السلة إن شاء الله يقدروا يحققوا فوز في مباراة غدا ويكونوا على بعد نقطتين بس من تتويج بدوري السوبر. يعني أنا هوندو يا كريم كنا بنتكلم مع بعض اللاعبين امس، الحقيقه كلهم اكدوا ان هم عندهم هدف واحد بس وهو تحقيق دوري السوبر عشان بقى يكونوا حققوا موسم استثنائي هذا الموسم ده، طبعا بعد تتويجهم ببطوله منطقه القاهره، البطوله العربيه، بطوله دوري المرتبط وكاس مصر. وان شاء الله خلال ايام قليله كمان نكون بنحتفل هنا في 10 الصبح بتتويجهم ببطوله دوري السوبر. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه المختلفه من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. يعني هنا بشكرك جدا أنا وكريم أكيد والسادة المشاهدين على هذه التغطية الرائعة، وهنا فعلا من المراسلات المتميزات عندنا صحيح. في قناة الأهلي بالذات لما بتبقى أنت بتتفرج على حد وحد بشوش بيقول أخبار صحيح. بشكل احترافي، فشكرا ليك يا هنا جدا.